السلام عليكم، لاباس عليكم. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. اليوم ان شاء الله كما شفتوا معايا في الصورة غادي ندير معكم تطبيق ديال واحد الرشمة اللي زوينة بزاف وطوندونس هاد العام. هذا كاينه في جليلباس، كاينه في لي فولار، كاينه في بزاف د الحويجات طوندونس هاد اف هذا تكونوا شفتوها في مواقع التواصل الاجتماعي. المهم ان شاء الله قبل ما نبدا الفيديو ديالي ديال اليوم، الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تابوناو، والا كنتم ابونين في القناه فما تنساوش اللايك، الله يجازيكم بخير، والبارطاج مع البنات اللي مهتمين بالخياطه، وتبارطاجيو كذلك كما قلت لكم مع البنات اللي مهتمين بالخياطه. ونبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم. غادي نحتاجوا الرشمه. اولا انا رسمت لكم رشمه باش اللي بغاتها غادي نخليها لكم في البوست، باش اللي بغاتها كما تقدرش انا درتها لكم، تعمدت انني نديرها لكم فرقه مسطره باش تقدروا تنقلوها، يعني توقفي غير التليفون هكا، توقفي الصوره في الفيديو وتنقلي الرشمه ديالك على خاطرك. راه ساهله، راه ما صعيبهش البنات، راه غير كتبان في الشكل ديالها كتبان بحال صعيبه ولكن راه ساهله. المهم انا غنخلي لكم الصوره ديالها في البوست اولا في المنتدى، ملي كنحط نحط هكا شي فيديو اولا نحط لكم فيه هذه الصوره هذه باش اللي بغات تاخذها تاخذها. انا رشمتها لكم كما كتشوفوا، وغادي ندير لكم التطبيق واحد شويه منها في واحد الطريف ديال الثوب. هانتوما انا رسمتها هنايا، رسمتها في واحد الطريف ديال الثوب باش غادي ندير لكم التطبيق كيفاش ترزوها. طرز الرباطي باليد، طرزه لي ساهله ان شاء الله غادي تجيكم ساهله، راه ما صعيبهش كما قلت لكم، راه ما صعيبهش. غادي نحتاج هنايا لجوج د اللوينات. هنا نتوما البنات ملي غادي ترسموها في الثوب، انا غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو اللي فيه الطريقه كيفاش ترسموه، هي ماشي نفس الرشمه ولكن الطريقه كيفاش تراسيوها في الثوب في الجلابه. الطريقه ديالها كاينه في واحد الفيديو غنخليها لكم في الاسفل الفيديو اولا في التعليقات. المهم غادي نخلي لكم الرابط الا نسيتو فكروني. المهم ملي غادي ترسموا هاد الرسمه هادي في الثوب ديالكم، نتوما كتختاروا الالوان اللي بغيتو، يا اما كتخدموا كل وحده بلون، يعني هاد الاولى بلون، الثانيه بلون، الثالثه بلون، اولا كديروا غير جوج الالوان، هنا لون هنا لون، غتعاودوا ثاني نفسه هنايا، اولا كتخالفوا جوج الالوان في نفس البلاصه. المهم نتوما غتبدعوا بالطريقه اللي بغيتو، انا غادي نشارك معكم غير التطبيق. المهم لا باز، المهم كيفاش ترشموا الرشمه ديالكم، هذه اهم حاجه. راه ما كنرشموش بقلم رصاص البنات، انا هنا قلت لكم حتى الدرس غير تطبيقي، غادي ندير لكم غير في طريف ديال الثوب. ملي غديروا في الثوب غادي ديروا بالبابي كربون، راه غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو. اول حاجه غنحتاج هنايا الحرير، انا غادي ندير جوج ديال اللوينات، غنختاريت هذا اللون وهذا، جاو مع بعضياتهم زوينين. كنبرموا الحرير على 4 ديال الشعرات، خليوه على 4 ديال الشعرات، ما نقصوا منه حتى شعره. كاين اللي كيكون فيه 8 ديال الشعرات خليوه على 8 ديال الشعرات، ما تنقصوا منه حتى شي شعره، وبرموه غير شويه باش ما يتشنتفش صافي. وغادي نجيبو باش نبرمو باش نبداو الرشمه ديالنا. اول حاجه غادي نثبت الحرير، بما ان الفيديو اللي كنت حطيت لكم واحد الرشيمه لقى تفاعل كبير من عندكم، داكشي علاش قلت انني نقلب لكم على رشيمه اخرى. صافي غادي نحاول ندخل هنا ونخرج في الراس ديال هاد اف، نقرب لكم الصوره. ها انتما غادي نبدا من الراس ديال اف نخرج فيه البره، غادي نبدا غدا غير مع هاد الخط هذا وغدا مع هاد الخط هذا، غادي نهبط الخيط هكا ونحاول ندخل في هاد الرويستين التحتاني ونخرج البره حدا البلاصه الاولى، نحاول نخرجها حدا ما نبعدش بزاف باش يجوني الدقات حدا بعضياتهم. غادي نبقى غادا دقه حدا دقه، شفتوا معايا راه ساهله هاد الرشمه هادي ساهله، وكما قلت لكم راه طوندونس هاد العام هذا، كاينه في جليلبات في لي فولار بزاف د الحويجات خارجه فيهم هاد الرشيمه الاف باللوينات، كتكون هي باللوينات ما تيتكونش بلون واحد. المهم كما قلت لكم نتوما غادي تبدعوا في الطريقه ديال الالوان، تميلونجيو هكا اللوينات بالطريقه اللي بغيتو اولا بالشكل اللي بغيتو. صافي غنبقى غادا غير هكا ضريبه حتى ضريبه. كديروها في الامام ديال الجلابه في الكميمات، تقدروا ديروها حتى في شي قفطان، علاش لا، تجي رائعه في القفيطين. ديروا معاها هكا راندا، كتجي معاها راندا من الفوق حتى لتحت، راندا اللي كتكون هكا خفيفه اولا رقيقه ما غليضاش بزاف باش كتخليو الطريزه ديالكم كتبقى باينه مزيان. غادي نستمر بحال هكا، تبقاو غادي ندقه حدا دقه،
الا جبتو الا بان لكم انكم مثلا ضربتي الدقه وبان لك الفراغ ما بين الضربه والضربه، عاودي دخلي في هذيك البلايصه هنا خرجي وعاوديها باش تغطيها باش ما تبقاش باينه، وزيري الخيط ما تخليش الخيط مرخوف، هانتوما بحال هكا تخليوش مرخوف حيت باقي غادي تدوز هكا ملي غادي تصلح غادي يولي باين مرخوف بزاف، غير زيروه شويه صافي وكملوا الطريزه ديالكم. صافي هنا من بعد ما وصلت لهذا الخط هذا اللي هابط ما غاديش نكمل هنا، لان هنا غنخدمو بوحدو، يعني هذه الهبطه هذه غنخدمها هكا هبطه بوحدها، غادي نجي لهادي غادي ندخل البره هنايا هانتوما في هذه البلايصه هذه ونطرز هذه بوحدها، بقاو غادي ندقها حدا دقه كما قلت لكم، الا بقى لكم شي فراغ غير عاودوه صافي وراه غادي يتغطى عادي. صافي من بعد ما ساليت هادو لان طرزتهم بهذا يعني بالافقي هكا اولا عمودي، المهم بهذه الطريقه هابطين هكا لتحت، المهم دابا غادي ندور الجهه الاخرى وغادي نحاول نطرز هادي بنفس الطريقه غير هي بطريقه هكا مايله لهاد الجهه، غادي نحاول ندخل هنا ونخرج حدا الضربه الاولى، غادي نجي حداها ثاني هنا ونخرج حدا الضربه الاولى، حاولوا بحال كتدفعوا هذا الحرير هذا اللي هنا واحد شويه وعاد باش كتدخلوا البره، صافي وغادي نستمر بحال هكا ضريبه حدا ضريبه حتى نكملها كامله. ملي تقاد لكم الخيط البنات غير عقدوه في الخلف ديال الخدمه وعاودوا جيبوا واحد اخر وبداو به، ماشي مشكل يتقاد لنا احسن ديروه طويل، ولكن الا تقاد عقدوه في اللور ديال الخدمه وعاودوا ديروا واحد اخر، انا غنوريكم كيفاش تعقدوه في الخلف باش ما تبقى لنا الخدمه ديالتنا نقيه حتى من الخلف ديالها. نتوما كنعقدوه غير بحال هكا واحد جوج عقيدات صافي، وكندخلو هكا تحت الحرير وكنقطعو باش كتبقى لينا الخدمة حتى من هنايا مزيانة، كتبقى لينا الخدمة حتى من هنا مزيانة. كنجيب خيط اخر كنثبتو تاني في الخلف ديال الخدمة وكنجيب كنكمل الطريزه ديالي عادي، هانتوما هنايا بقات لي واحد البلايصه بيضه، يعني شنو غادي ندير، غادي ندخل البره هنا وغنحاول نخرجها في هذيك البلايصه ونعاود فيها هنايا دقه صافي وما غاديش تبقى تبان ليا. هانتوما صافي بنفس الطريقه غادي نجي نطرز الاف الاخرى المخالفه ليها، غادي نثبت اول حاجه الحرير كما قلت لكم، هنا راه تقدروا ديروا لون واحد، تقدروا ديروا يعني ديروا كل وحده هكا جوج بلون والاخرى ثاني بلون، اولا تخلفوهم بحال هكا كي درت انا اللي بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. صافي غنطرز بنفس الطريقه باش ما يجيناش الفيديو طويل، غادي نطرزها نكملها ونرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي.
وصافي هنايا من بعد ما سالي الترشيمه ديالي هانتوما كيفاش جات رائعه. هذا كيعطي واحد اللمعه في الشكل، وهذا حيت كيتخدم تا ضروري تخدموها بهذه الطريقه البنات. عندكم تمشيو تخدموا بحال هكا وتبقاو غاديين بحال هكا في هذا الجناب؟ لا، بهذه الطريقه كتخدم، باش هنا كيعطي واحد اللمعه وهنا كيعطي لمعه مختلفه. المهم كتجي هانتوما الشكل ديالها كيفاش كتجي، كتجي اكثر من رائعه وانيقه في اللبسه ملي كتجي تكون هكا جلابه طالعه وفيها هاد الرشيمه هادي، كتجي غزاله بزاف. نتمنى تعجبكم، ما تنساوش اللايك البنات، راني كنتعب بزاف على هاد الفيديوهات باش كنحطهم لكم، راه ماشي بالساهل. راه انا كان كيحسب ليا قبل ما ندير القناه كيحسب ليا، كيبان ليا داكشي راه ساهل، ولكن راه ماشي ساهل انك تقلبي على الجديد وانك تطبقيه وانك ترشمي رشمه وتوجدي الفيديو، راه ماشي ساهل. نتمنى انكم تدعموني وتابوناو في القناه وتخليوا لي لايك 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 بزاف اللايكات باش يطلع هذا الفيديو هذا لبزاف الاخوات. وهانتوما الرشيمه انا ان شاء الله كما قلت لكم هانتوما انا نخليها لكم دابا هكا، اللي بغات تسكرينيها باش نشوف واش كتبان لكم. المهم انا غنخلي لكم في البوست اللي ما بانتش هنايا مزيان، غنخليها لكم في البوست باش اللي بغات تاخذها كصوره، اللي بغات تاخذها هكا باش ترشمها على خاطرها تبان ليها مزيان. الا جاكم هنايا قلال فاش بغيتو ديروها في الجلابه مثلا، بغيتي تزيدي اكثر من هذا العدد، حاولي تلصقي ورقه اخرى، جيبيها لصقيها بحال هكا، تسقيها بسكوتش اولا بكولا ولا بشي حاجه، المهم تكون لاصقه مزيان. وعاد زيدي رشمي هنا الا بغيتي تزيدي تكثري، يعني باش ما جاتكش هذه جاتك شويه ناقصه في الصدر ما طويلاش بزاف، رشميها بحال ما هكا عاد باش حطيها طبقيها في الجلابه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا فهمتوا واستفدتوا. ما تنساوش اللايك البنات، وشكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.